واحد اهو، اتنين، تلاتة، 3 سلاسل، وهلف الشغل بتاعي فوق تاني عمود، هدخل وهعمل عمود، تمام. بعد كده هاخد سلسلتين وهروح هنا في العمود التاني مباشرة، هدخل فيه وهعمل 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. هرجع لكم تاني اللي احنا عملناه، اول عمودين اشتغلنا فوقهم عمودين، العمود التالت اشتغلنا فوقه 5 أعمدة، تمام كده. طيب هرجع اخد سلسلتين وهلاقي هنا في عمودين كده انا عملتهم في ستيتش، هدخل في العمودين دول وهعمل في ستيتش، يعني هدخل اعمل عمود سلسلة عمود، عشان ده هيبقى ثابت معايا، الفي ستيتش دي ثابته معايا لحد اخر الشال، تمام كده اهو. هرجع اخد كمان سلسلتين اهو وهعد هنا، ده هنا عمودين اهو، هعد 1 2 وهدخل في النص هنا في العمود ده وهعمل 5 أعمدة، ادي 2 3 4 5، شايفين كده؟